مساك الله بالخير متابعين شركة العربي للحاسبات. اللي يحتاج لابتوب يشغل بها برامج هندسية وتكون سوبر سلم وسعرها رخيص يكون هذا خيار جيد له. اسمه لابتوب اتش بي فوليو 9480، معالجة كور اي 7 من الجيل الرابع، رام 8 جيجا دي دي ار 3 ممكن يتطور لل 16 ماكسيما، والهارد اس اس دي 256 نوع اس اس دي الاخر. رام 8 جيجا هذا المعالج مالته كور اي 7 4650، الهارد مالته اس اس دي 256، كارت الشاشه مالته انتل اتش دي 4 جيجا. لابتوب يجي كيبورد عربي انجليزي، تاتش باد واسع عريض لطيف، كاميرا اتش دي، حجم شاشه 14.0، نظافته كلش عاليه، رصاصي للخلف اسود. المنافذ اللي يحتوي هالجهاز سكيورتي كارد هنا إضافة إلى الأواكس، إضافة إلى USB 3 منفذ الشحن. بالجهة المقابلة يحتوي على منفذين USB 3، منفذ الديسبلاي بورت، منفذ VGA، إضافة إلى دوك ستيشن، هنا منفذ الكارد فيدر ومنفذ اللان. بطارية ليثيوم توفر لك شحن تقريبا 3 ساعات 8 ساعة فما فوق. سعر اللابتوب يطلع 250,000 دينار. لابتوب نظافته كلش عالية لطيفة، بضمان شهر استبدال بحال وجود مشكلة. بس حاطط تسميه حق اللابتوب، متوفر بكميه اللابتوب. حتى تحجز تراسل الصفحه واتصل على الرقم الموجود في الاعلان. شكرا لكم.